ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. من مدينة حلب انتقالا إلى مدينة صرمدة، حاليا نحن الآن بمنشرة عثمان البشير. هيدي المنشرة يلي ما بيتجاوز محلها 3 أمتار، لكن فعلا كتير كبير. خلونا نتعرف. السلام عليكم، أخوكم أبو بشير حايك النجار من مدينة حلب القديمة. سابقا كنا نتجارين عربي وموبيليا، والدي تاجر أخشاب. فانا نزحت بال 2016 على مدينه صرمده، بدات يعني لانه المحلات كلها راحت تدمرت، فبدات بالتصليحات. يعني اشتغلت اول شيء هون صانع بمنشرتين بصرمده، وبعدهم بدات بالتصليحات بالمنازل، وبعدهم طورت شوي، فتحت المنشرات، جبت معدات، والحمد لله الان افصل كافه المنشورات وبلبي كافه شرائح المجتمع، وما غشيت اي انسان جودة ودق. يعني عندي هدفي ارضاء رب العالمين قبل ما ارضي زبون. يعني ما صلحت لانسان الا قال لي يعني فعلا زبون عم يدل 10. والله بلش افصل غزن مطابخ، فصلت غزن ملابس، فصلت 3 غرف نوم، وهلا حاليا عم فصل غزن مطابخ يعني بجوده ودقه واتقان، احدث الخامات الموجوده بالسوق بحطها حسب امكانيه الزبون. وان شاء الله نحن بنكون عن حسن ظنكم، بس تواصلوا معنا.